وعليكم السلام الأخ عبد الرزاق، راك مازالك سهران صاحبي أخ سمير أخ منير. باين باللي كاين فيه جماعة مختصين في البيراطاج، ساعة ساعة ينجحوا. فهمت، ساعة ساعة نخليهم يرقدوا هكذا شوية يتعبوا، من بعد كي يرقدوا هما نوضوا حنا. خاطر هما اللي يزعجوهم الأفكار. المهم الأخ أسامة، أخ أسامة إذا كان راك على الخط اطلب المداخلة باش نخليك على جال باش دير مداخلة ونختمو هذا النقاش هذا وهذا الحوار. باش مختص الأخ سالم، قال لك الله العظيم مسكن. مليح مليح اخويا مليح. شفت الاخ اسامه، طلع الأخ أسامة ومن بعد نشوفو ترى كيفاه. أيوا الأخ أسامة. السلام عليكم أخ نور الدين. وعليكم السلام، ما أنا داير انقطاع عليك؟ من عندك ماشي من عندي. بلوكا وتبلوكا ديريكتومون تكوبا. حتى اون شوف فيت روحي، روحي لي فيزيتور ما كانش مسكر، واش كاين هذا؟ فين باللي تكوبا؟ انا على هذيك سقسيتك اسكو راك تسمع فيا، باسكو عندي تافيشات باللي لا فيديو انتيرومبي. شنو عندي غير المشكل؟ تساؤل، اخ نور الدين، فيما يخص راكم تقولوا انه بقيت نخمم فيها من قبيل، تاع مثلا المظاهرات ما كانش بالنسبه لواش عشتوه التجارب في التسعينات، ولكن في التسعينات كلنا يعرف أن النظام اجرم في التسعينات، معناتها الشعب كي خرج في التسعينات في المظاهرات كانت من حقه يخرج في المظاهرات، ما نلوموش الشعب كي خرج في المظاهرات، ولكن النظام هذاك الوقت ارتكب جريمة في حق الشعب. مش معناتها هذا هو. اليوم خليني تفضل نكملك تفضل الفكرة، تفضل. معناتها اليوم إذا خرجنا احنا في مسيرة سلمية وهذا من حقنا، ما هذا لا يعني ولا يعطي مبرر للنظام أنه يعاود يرتكب معنا نفس الجريمة اللي ارتكبها في التسعين. مش هذا هو الأخ تذكر لما تحكي انت على تغيير النظام. المسيرة راها وسيلة، والانتخاب وسيلة، والانتفاضة وسيلة، هذو كل وسائل، فهمت؟ لا راني معك. والعصيان المدني وسيلة، والثورة المسلحة وسيلة. كل هذه وسائل من أجل تغيير النظام. تغيير النظام هو لما أنت توصل للسلطة تغير فيما بعد، تغير النظم، تغير القوانين والسلوكات. ماكش راح تغيرها بأمر، تغيرها من خلال التربية، من خلال الإعلام، من خلال مشاريع مختلفة. قال مثلا تدير برامج مثلا في المدارس في الجامعات، قال مثلا في الإعلام، من أجل باش أنت تغير هذاك السلوك. أنت مثلا الكذب كيفاش راح تحاربه؟ قال ممنوع الكذب، ماشي بالقانون. السلوك هذاك يتغرس، كاين فضائل اللي أنت تغرسها. المسيرة دوك انت راك روح دير انت مسيرة. المسيرة هذه تخرج الناس عندها مطالب محددة، عندها شعارات تردد. هيا دوك انت خرجت الناس راها تردد، دايرة شعارات. قال او يحيى يا فلان، بوتفليقة
يا كذا، القايد صالح يا كذا، عمار غول يا كذا، ومبعد بالراي. واش راه لا كاين؟ لا، اخويا هذه خاصك ماهيش. برنامج نجيك المسيرة. شوف، كاين مسيرة، كاين التجمع، كاين اعتصام، وكاين امور واحدة اخرى كنجيو لها واحدة بوحدة، والاضراب، العصيان المدني، كل حاجة. تبقى المسيرة، مسيرة هو ان تخرج الناس. قال مسيرة عفوية، اوكي، خرجوا مجموعة من الناس راهم تحركوا في ولاية معينة، عندهم شعارات راهم يردوا فيها. المسيرة هذه نقطة الانطلاق نتاعها واش هي؟ منين؟ لازم تنطلق. تكون قال محدد، تكون إيه، ما محددة. كانش من هذه نتاع انه تنطلق الناس بدون ما يكونش هناك نقطة نتاع الالتقاء. قال مثلا نقطة نتاع التقاء، بمعنى انه كاين ناس متفاهمة، صح، فهمت؟ كاين ناس متفاهمت. لما يكون الشعارات، قال الناس تفاهمت على الشعارات، ما تقوليش بلي هذه نتاع عفوية. عفوية هو انه قال مثلا صارت اكسيدون، والله مثلا واحد تضرب، نعم ومن بعد جماعة ناضت. قال مثلا كيما في تونس، مثلا واحد هذاك حرق روحه، ومن بعد قال بدا السخط، وبدات ردود الافعال منه، ومشات. هذه قال عفوية. دوك لو كان نقولوا مثلا، قال مثلا في البرج، اكزامبل في البرج، ولا قال مثلا في المسيلة، في البرج مثلا قال مثلا صارت القضية هذيك نتاع اصيل، جماعة دمرت من هذا النظام، وشافوا باللي هذه العملية إجرامية وكذا، وقال الناس بعد الصلاة تاع الجنازة تحركت الناس، مسيرة عفوية، وخرجت الناس ومشات، قال الولايات واحدة أخرى. حنا تقول لي عفوية، أما باش تجي الناس راها تسركل تمشي نورمال، ومن بعد قال مسيرة عفوية، كاينش منها مسيرة تمشي من نقطة ألف إلى نقطة باء. من بعد أنت المسيرة هذيك لما انت تمشي في الطريق، تمشي راك راح تسكر الطريق، كاين الناس راح أكيد. تمشي في الطريق، كاين الناس راح تمشي، وراها راك راح من بعد راح تكون ردود افعال. قادر انت لما تكون انت ماكش في اطار منظم وكذا، يجيك واحد انت تقاطع له في الطريق، يجي يدك في كموس، خاصه مع هذا الوسمو. بالاضافه الى المسيره، المسيره هو انه راه عندها قال مثلا شعارات تردد، وعندها رساله راح توصلها. في من تخاطب انت؟ شكون لك تخاطب فيه؟ ماذا كنت لما تدير مثلا مسيرة، قال مثلا في ولاية برج بارعيش، ولا في سطيف، ولا في العاصمة، ولا في أي ولاية واحدة أخرى، قال مثلا جماعة راهم هما ناقمين على توزيع السكنات، خرجوا راح نديروا مسيرة انطلاقا من ساحة البريد المركزي إلى المكان الفلاني في الولاية، عندهم نقطة ألف نقطة باء. المطالب نتاعهم هو إعادة قال مثلا توزيع السكنات بطريقة عادلة، فتح تحقيق حول السكنات التي أعطيت كذا 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 كذا. شكون هو اللي راك موجه له الرسالة نتاعك؟ هو الوالي، ولا وزير السكن، ولا رئيس الجمهورية. انت درك هذا الإنسان اللي راهو خارج، وخرج تعيط أبو تفليقة يا كذا، ويحيى يا كذا، يا لقيت صالح يا كذا، غني، دير السنيطر واضرب ورك رايح. ومن بعد تخرج انت وتفرق، وزيد تخرج الناس في ولايه وتتفرق، ماكش فيها مشترك تدير المسيره. درك لو كان نقولوا مثلا درك تكون فيه هيئات منظمه بطريقه منظمه، باسكو هذا راهو نظام عنده الدرك، وعنده الشرطة، وعنده المخابرات، وعنده وسائل الإعلام، وعنده الأجهزة. كاين بعض الناس لما تقول لك تخوف، يا مانيش نخوف فيك، راني ننور فيك. هذو درك هما انت درك لما يكون هناك تنظيم، تنظيم حقيقي، وتمشي الناس. قال مثلا راح تدير مسيرة تخرج، قال مثلا تنطلق الناس، مثلا قال الجمعة تخرج الناس من المساجد، من كل مساجد على المستوى الوطني، وفي كل ولاية قال هاي النقطة ألف وهاي النقطة باء، وتتفق الناس على شعارات معينة، تبدأ تمشي الناس. قال تخرج الناس على مستوى الولايات للتنديد، قال راه في حالة ما توقع الانتخابات كذا، أو نطالب بإلغاء الانتخابات، أو نطالب ب قال مثلا تشكيل هيئة نتاع مراقبة، أو أنت كذا أنت كذا، وهي المسيرة. في حالة ما
نمهل السلطة قال ما فن 48 ساعة، إذا كان لم تستجب السلطة حنا رانا راح نديروا كذا، حنا نقول هذا الناس راهم فايقين، الناس هذو راهم فاهمين، على بالهم واش راهم يديروا. تيجي إنسان هذول مهبول على روحه ما على بالوش راه يدير، يجي أنا نمشي معاه. كي تقول لي أنت دوك مثلا أنت المسيرات في واسمه في 90 وهذيك التجربة، شوف نقول لك، أولا هذاك راهو حزب معتمد بالقانون وعنده ممثلين على مستوى البلديات والولايات، وفيما بعد كاين هناك قوانين دارتها الحكومة، القوانين هذيك في تلك المرحلة كانت في الحكومة نتاع حمروش، كانت هناك ردود أفعال قال احنا ما قبلناش هذا التقسيم هذا اللي داروه لأنه راه راح يكرس كذا وكذا وكذا. كاين هناك مبرر اللي انت الناس تدير المسيرة، قال نمهل الحكومة في حالة كذا، إذا ما درتش رانا نشن إضراب. الحكومة ما على بلاش داروهم إضراب، حدوا الأماكن، قال احنا في النقطة باء نلتقي ثم. جات الناس من شوارع مختلفة، أنا شاركت في الإضراب تاع الفيس من البداية نتاعو للنهاية. نعم. تجي الناس من نقطة ألف للنقطة باء، تلتقي الناس حول مثلا نقاط مختلفة على مخارج ولا مداخل نتاع الولاية، ومن بعد قال ودي هاو المكان الفلاني يكون فيه اعتصام. قعد الناس تاع اعتصام، اعتصام انت شحال راح تقعد؟ راني قلت لك دام الاعتصام لمدة اعتقد 8 من 10 ايام، اعتصام سلمي، الناس راها هزة المصاحف تقرا، اطباء ثم راهم جايبين الدواء، كاين اللي يتبرع بدواء، كاين اللي كذا، الناس راها تجيب في الماكله، هذه خبز، هذه دقله، هذا حليب، هذه كذا، الناس تاكل، النظافه، كل شيء. ولكن فيما بعد هذيك الاجهزه نتاع الدوله انت راك راح تخدمها، اللي راهو درك مثلا هما في الشرطه، راهو قال مثلا هو يخدم 6 سوايع ومن بعد يريح، قال مثلا نقولوا مثلا 18 ساعة ومن بعد يزيد يعاود يهز 6 سوايع مثلا. انت لما انت تموبيليزي تخرج انت هذاك ماش راح يقعد يخدم غير 6 سوايع، يولي أكيد يخدم 24 سور 24. بالتالي فيما بعد هو راهو راح يعيا، راح يتعب، ومن بعد انت تجي خارج راك تسب، والله راك انت تقول قال كيما راك تقول هكذا الشرطه، وقال كذا وقال كذا، يا انتم اللي راكم دايرين كذا، يا الحكومه اللي راكم دايرين أكيد كذا، ايه هما راهم قاعدين يتبعوا فيك. تقعد انت نهار الاول اوكي، راهم هما يشوفوا عندهم تقارير، عندهم ناس راهم على مستوى الولايات، قال الناس هذو وين راهم رايحين، شكون هما الزعماء نتوعهم، شكون هذا اللي راه يحرك في هذا الحراك هذا، قال في الولاية الفلانية، قال فلان، راهم عندهم الناس تاعهم تاع المخابرات تاع الأمن تاع كذا، عندهم معلومات تلحقهم. من بعد قال وين رايحين بها، فهمت وين رايحين بها، وهما انت راك تحوس على التغيير تاع النظام، يقعد يستنى فيك سعيد بوتفليقة حتى تغيروه، يستناك القايد صالح حتى دير له انقلاب وتهزوه، او يتعشى بك قبل ما تتعشى بيه. تارك خارج قال القايد صالح قال اعطيه لي تقرير، وشكون هاد الناس هذو؟ ها القايد صالح حطوا له غزال قدامه، قال نحاول تسمى كيما نقولوا نرسم المشهد هكذا مشهد بطريقه وسمه. سينمائي. اه قال القايد صالح راهم حاطين له ثم قرعه نتاع البن ومع اسمه غزال ثم، قال قرعة شكون البنقارة. شكون هاد الناس اللي راهم حبوا يديروا انقلاب، شكون هذا؟ حبوا ياكلوا معنا الغزال. ايوه من بعد هما يتحركوا، قال يلا فضل الاعتصام هذاك، يبعثوا الشرطه، يبداو هما يطردقوا في القنابل المسيله للدموع، يبدا الشعب هذاك يا مجرمين يا كذا يا كذا يا كذا، يضربوا يضربوا يضربوا. من بعد الشرطه يعياو، قال ودي الله غالب، راه عندنا دوك يومين ولا في ايام احنا متخابطين، دبروا روسكم. من بعد يدخلوا الدرك، الدرك ما قدروش، من بعد يدخل الجيش، الجيش من بعد اللي يتحرك يموت، حطوا لك في مناطق محدده، قال مثلا لابوست عندهم يعرفوا المسائل هذه جيدا، قال وش هي الاماكن الحساسه، مقاطع الطرق، مداخل، المخارج، تبدا البراجات والدنيا مسركله، يهزوا هما هذوك الناس هذوك اللي راهم هما يحركوا، وروح
وفيما بعد انت ما درت والو. احنا رانا نقول لك باللي هذه التجارب رانا درناها، وهذه التجارب ماهيش راح تؤدي النتيجة، قد تكون وسيلة نتاع ضغط ولكن ما دير بها والو. تكون وسيلة نتاع ضغط باش تغير، لازم تكون مجموعة داخل الجيش في الشرطة في الدرك تكون هي منحازة للشعب. منحازة ليه؟ ماشي عاطفيا، ماشي عاطفيا. انت غدوة مثلا كما كنت نقول انا في من قبيل في المداخلة اللي قبل، لما يكون هناك عمل جماعي وتكون هناك انتخابات وانت راك محضر روحك، محضر ناس داخل الجيش وداخل الشرطة وداخل كذا، فيما بعد انت غدوة راهو عندك الإرادة الشعبية انتخباتك، وقال مثلا راهو حصل تزوير، انت يا راهو عندك المبرر باش انت تدير المسيرة وباش تخرج انت الشعب لبرا، عندك المبرر. فيما بعد انت يا غدوة حتى هاد الناس اللي راهم في الجيش ولا في الشرطة ولا في الدار كانوا متعاطفين معاك، لأنه راهو قال مثلا الرئيس الفلاني راهو انتخب عليه شعب وراهم داروا عليه وزوروا له، فهمتني؟ لكن انت دوك الان هاد الناس اللي راهم خارجين يا يعني هما راهم ديجا عنوا الانتخابات، راهم حدوا التاريخ 18 من افريل. هاد الناس اللي راهم خارجوا بمعنى انهم ما مش قابلين للانتخابات، فهمت المساله؟ شكون هما هاد الناس اللي ما مش قابلين للانتخابات؟ اما انه مجموعه راه داخل الجيش راها تريد هو ان تهيئ لها الارضيه تروح انت تشارك في مسيره مثل اللي راهو يشارك في الكاميرا كاشي، يعني هما راهم تقدم رايحين خدمة دون يتحركوا، رايح انت تهيئ الارضيه، الناس راهم ينتظروا وقتاش انت هي تطرطق وقتاش هو يوقع فيها الدخان، من بعد يخرجوا هما يفرضوا الامر الواقع على السعيد بوتفليقه وخاوته وجماعه نتاع بوتفليقه. والا هو انه ناس خارج السلطه وراهم هما يحوسوا على جال باش هي تنوض، لانه الانتخابات ما تخرجهمش، خاطر على بالهم لو كان يروحوا هما يديروا الانتخابات رايحين يخرجوا لهم افاعي من الصناديق. لا 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 لا، من بعد هو لازم يدي بغير الانتخابات، راهو يحوس يخلق وضع، او كاين ايه الناس اللي راهم اكيد درك وضع هما جديد. يحوسوا قال من هاد الناس اللي راهم يدعيو هما للانفصال، الفرصه نتاعهم تخرج دير المسيره على جال باش هما يفرضوا الواقع نتاعهم. دونك انت في نهايه الامر انت راك تخدم في ناس، درك لو كان مثلا انت راك على بالك قال مثلا راهم مجموعه من الاحزاب ومجموعه من الشخصيات السياسيه راهم درك هما التقوا وقروا على جال باش يمشوا في هذا الخيار، هذه راه وسيله، المسيره وسيله. اما باش نروح نتبع انا مجانين، انا ما نتبعش المجانين، لا واحد على لا باله لا أستاذ يعني. بالنظام ولا يعرفه ولا على باله واش راه يدير، نروح انا نتبعه وما نتبعوش. كلامك معقول ومفهوم، يعني بالنسبة لي مفهوم، ولكن أنا كنت محدد الفكرة نتاعي بالذات. مثلا فكرة المشروع اللي راك تنادي به أنت أستاذ خبابة، لحد الآن معناتها منذ سنوات ما شفناش يعني أطياف من الطبقة السياسية اللي خرجت وتولات هذا المشروع. فبالتالي احنا كجزء من هذا الشعب، يعني ما عندناش بديل، ما عندناش وسيله اخرى. مثلا احنا رانا، ولكن ما على بالناش شحال رانا احنا. المصالحه هذه، صفحه المصالحه راه فيها قداش من انسان راه يتبع الصفحه ومتشبع بالافكار هذه. مثلا لما لا احنا نخرجوا في مسيره سلميه كما حددتها انت، تنطلق من المكان ألف إلى المكان باء، في مثلا كل يوم جمعة في العاصمة، في البرج، في سطيف، في وهران، في كذا في كذا. نعم وإحنا نعم ننادي من أجل هذا المشروع، ما ننادي ولا ضد الانتخابات لا ضد كذا، لا، كاش لأنه ما مسيرة عندناش بديل. ندي، شوف تقول لي باللي نخرجوا في مثلا عواصم مثلا في البرة ولا في الداخل نلتقيوا في نقطة وقالنا طرحوا المشروع نتاعنا، معاك دير انت الدعاية للمشروع، اما باش ندير انا مسيرة هما راهم يخترقوها ويبعثوا لك ناس مجموعة من المزطولين هذوك يبعثوهم ثم يخترقوها، ومن بعد يخلقوا لك مشاكل، يقدروا يجيبوا لك واحد ثم يحشوا لك الطرف نتاع الزطلة والله عليك، ومن بعد يجيبوا لك الدرك والشرطة،
عندهم الوسائل اجل جدا باش هما يشاركوا. شوف كاين الطريقة احنا كاين اللي نهوسو عليها هو انه تكون عبر نشاطات، عبر نشاطات. لو كان دوك مثلا انا راه عندي الوسائل والامكانات ماديا على الاقل مرتاح، نقدر ندير انا مثلا نشاطات في باريس، قال مثلا في بلجيكا، في سويسرا، في انجلترا، في المانيا، في كندا، في الامريكان. كل مره ننتقل، قال مثلا ننتقلوا مجموعه من ثم ونلاقيه ونحاولوا هو انه نجمعوا مجموعه من الاطارات ومجموعه من شنو، ونحاولوا هو انه نديروا طرح راقي، مشروع موضوعي كذا، فيما بعد نفرضوا تسمى الوسمو من خلال وسائل الاعلام. هما درك هذه الوسائل تاع الاعلام كاين منهم، باش ما نكونش يعني كاين منهم اللي اتصل بيا، ولكن شميت الريحانة تاع المقلب، فهمت؟ شميت ريحة مش فهمت. المقلب، ما نقدمش ليه، ما نقدمش ليه، لأنه تقدم يطرطق عليك، ما نقدمش ليه. لو كان نلقى مثلا وسائل إعلامية اللي هي فعلا راها تحوس على خدمة البلاد ونروح، ما عندي حتى مشكلة. احنا نحوس هو أنه تكون على الأقل عندنا قناة يا سيدي على الإنترنت، مش بالضرورة قناة فضائية، يعني يكون مثلا درك مجموعة من المنشطين، مش غير أنا، مجموعة من المنشطين، بث مباشر من عدة عواصم وفي الداخل وفي الخارج، برامج مختلفة كذا، ونتعاون مع بعضنا، ويجيونا ناس، قال مثلا ناس في الدعوة مثلا يجوا بكلمة مهذبة ويقدموا مثلا نصائح، يتحدثوا مثلا في الدين مش في السياسة، يتحدثوا في الدين، قال مثلا يحكيوا على مثلا الفضائل، على القيم، يحاولوا انه يوعوا الناس كما يقولوا، يزرعوا بذرة الرحمة، فهمت؟ باش تتأخى الناس، باش كذا. يجيوا ناس قال مثلا مختصين في العلوم النفسية، يحاولوا مثلا يطرقوا إلى مواضيع مختلفة، فهمت؟ كل مرة يجيبوا موضوع يناقشوه نفسيا، اجتماعيا، علميا، سياسيا، كذا، يجيبوا مواضيع مختلفة، ويجيوا ناس مختصين، قال مثلا جانب للمرأة، جانب كذا، والناس تخدموا نديروا نشاطات، قال مثلا نلتقي، وقال للأسف مثلا في للأسف والله إطار يا معين مشروع مثلا في فرنسا، فهمت، نلتقي مثلا في فرنسا، قال مثلا الطلبة نديروا معهم نشاط، قال مثلا هذه الكفاءات نشاط، قال المرأة نشاط، حاولوا هو أنه نجمعوا الأسرة الجزائرية، قال مثلا في فرنسا هذا اللي زينيغري في عرس، في ديروا قال مثلا ختان جماعي، مش بالضرورة في الجزائر، نديروه في فرنسا ختان جماعي، قال نديروا مثلا عرس جماعي، قال ندير نشاطات مختلفة، قال مثلا تورنوا في تاع رياضة، مشروع مجتمع، فكرة مشروع ايه مجتمع يعني نديروا فيها عدة جوانب. نوادي مختلفة، فهمت، نلتقيو وتلتقي الناس، تقصر تضحك شوية، نجيبوا قال مثلا مرة تورنوا، تجيب انت مثلا لاعبين مثلا كانوا في ليكيب ناسيونال، يجيو قال مثلا يشاركوا، ما اجل باش تعطي امبيونس الوسمو، وقال مثلا تسمي التورنوا تورنوا نتاع حشاني، تورنوا نتاع بوغياف، تورنوا نتاع قاسم مرباح، تورنوا نتاع معطوب الوناس، والله تورنوا نتاع كذا، الفكرة ممتازة يا أستاذ، فهمت، الفكرة ممتازة تلتقي الناس، تحاول هو انك تجمع الناس مكان هذيك تاع عربي وقبائلي، تجمع الناس من بعد هذيك النشاطات هي تعود بالمنفعه وتحرك انت المجتمع، قال مثلا واحد مات نعاونوه، واحد قال مثلا ما عندوش نعاونوه، وتكون فيه تسمى تكافل اجتماعي، وتبدا تمشي الناس وحده. اما باش نروح نمشي انا ديك تروح عيط بوتفليقه وعود عيط على روحك ما نمشيش، فهمت. الفكرة ممتازة. خليني أنا ندي زوج دقائق نعقب عليها، لأنه يحز يعني في القلب أنه الفكرة كما هذه ما تلقاش دعم مثلا، وإن كان إحنا خاصة هنا في فرنسا الجالية راهي معتبرة معناتها. إذا كانت مبادرة منكم أنتم أستاذ شخصيا، نقدروا إحنا وأنا أول واحد من الجالية هذه نقدروا نساعدوا بالشي اللي نقدروا عليه، مبلغ رمزي، ونساعدوا بعضنا ونمشوا في جمعية هكذا خيرية، واللي تلم، لأنه الجزائري رغم احنا كل ما نقولوا عليه. شوف انايا باش تكون في الصوره، ممكن بالك انت راك جديد هكذا ماكش تتبع في الامور، منذ لا سنوات نتبعك المفهوم. درت لها، شوف درت لها اطار قانوني ونظام داخلي، ولكن في الاسف الناس كانوا في البدايه مشاو معايا، ومن بعد اكتشفت الريح في الشبك، كاين منهم اللي ربما راهو يتبع فيا، الريح في الشبك، فهمت،
يهضر لك يقول لك من يتفلسف لك منا، من بعد النهار اللي توصل للصح قال مثلا جبنا نعاونه واحد، من ذاك النهار ما زاد عاود ولا هو يشوفها باللي فرات. عاوننا واحد ديجا، واحد من الإخوة دار عملية جراحية في أنا الكويت في تركيا، في نعرف تركيا، القصة. وكاين واحد آخر من الإخوة راهو أعتقد هذه الأيام الثانية وقيلا راح يدير عملية في تركيا ثاني كيف كيف. مباشرة هما يسمعوا في قضية نتاع مثلا نتاع لما ولا ذيك، جماعة تبدأ تخطط، تبدأ توسي. ومن بعد مع الوقت اكتشفنا باللي الريح في الشباك، الكذب بالعيط يهضر معاك تقول انت بعد نهار اللي توصل للصح بالسلامة بالعافية. ودوك انت شعب للأسف الشديد ما راهوش هو يتبع في المشاريع ولا راهو يتبع في الأفكار، يتبع في القوة. وحتى تشوف لكن انت الناس يقول لك باللي صالح، يمشي مع الوقف، شافوا دوك ايه بوتفليقة طاح وقف عليه غديري يوقفوا معاه، طاح عليه غديري عاود وقف بوتفليقة يوقفوا معاه، هذه مش ماشية من الرجال ما على راهمش قولة صالح. يحوسوا على المصلحة نتاع البلاد ولا راهم ينظروا للمستقبل. كاين انسان اللي راه تمشي فيه الانفعالات ويمشي فيه الغضب، وكاين اللي راه دوك تمشي فيه المصالح وتمشي فيه كذا، وإحنا نحوسوا على جال باش نقدموا خدمة للبلاد، ولكن الله غالب ما عندناش. تشوف وسائل الإعلام ما راهيش تهتم أصلا، عمرهم لا تشوفهم قال مثلا هضروا عليا والله، يهضروا على والله ناس آخرين. للأسف أنا قاعد نتبع فيهم في لي باج فيسبوك تاعهم، في القنوات كل يوم نقول ممكن تكون فيه التفاتة لهذا الفكرة القيمة، ولكن للأسف ما كاين والو معناتها. كما قلت الناس شوفوا يحوسوا على فينا اللي يدير وعلى الفوق. بالهم، كاين منهم حتى رؤساء تحرير في قنوات مختلفة، وكاين اللي يتصلوا بي على الخاص، والله لاباس، والله اخويا ما شاء الله راكم لاباس، صغار لاباس، نروح نقولوا انا عرضنية. نعم ما جاياش. ايه هذه هي للأسف شديد. إن شاء الله ربي، إن شاء الله ربي يصلح الأمور، إن شاء الله ربي هذا يصلح الأمور. المكان إن شاء الله، وإن احنا كان رانا أستاذ نحاول الخير. الجزائريين اللي في الغربة، معناتها أول سوجي كي تلاقى زوج جزائريين مع بعضهم السياسة، يحكيو على السياسة، ماهمش ديكونيكتي ماهمش ديبرونشي. ذكرتني، اسمح لي برك، في واحد الأخ قبيل طرحت لي سؤال أعتقد في المداخلة الأولى، قلت لي باللي أصيل واش يقول. شوف أصيل أنا ما نعرفوش، هو في شخصه ما نعرفوش، لأنه عندي 18 سنة في الخارج أصيل نعرفوش، الطالب هذاك يعني مسكين. كي واسمه كي خرجت أنا ممكن بلاك يكون في عمره 3 سنوات ولا ما نعرفوش. بصح العائلة نتاعهم نعرفهم، ومن العائلة نتاعي فهمت، باباه نعرفه معرفة شخصية، أمه نعرفها معرفة شخصية، خلاص معناتها وجده فهمت، جده من أبيه وجده من أمه وجدته من أبيه وجدته من أمه نعرفهم، بالإضافة إلى أنه الجد نتاعه يعني كيما جداته، جدات أصيل خبابة من العائلة نتاعي، راهو من العائلة. باباها ولد عمة بابا فهمت، من العائلة نتاعي، باباها ولد عمة بابا، جدات جداته، ومن أمه نفس الشيء، من أمه عنده هو أم جداه نفس الشيء، باسكو هما كيما نقولوا مدي بنت خالته، تسمى من الجهتين، هما من الجهتين، خالاته من في جهة زوج من جهتين، تسمى خبابة بيهم ولد عمة بابا. ما هي راي من العائلة هذه، ما انت راهو ايه راي العائلة الكبيرة أكيد. هذه هي، ربي بالمناسبة يرحمه ان شاء الله. نوجه تعازينا لهذيك العائلة الكريمة، يعني ما شاء الله عندهم واحد الصبر وواحد الجلد، الله يبارك إن شاء الله، ربي يرحمه إن شاء الله. جدو مجاهدة، جدو إيه أنا شفت مجاهد على بالك، باللي من المعلمين الأوائل في الولاية نتاع البرج، سيماهم في بالمعلمين وجوههم قراوا أستاذ. عليه، شوف درسوا على يده، خويا الكبير بالك لا عندك تعرفه، نسمع بها. هو محامي ساعة ساعة يجيبوها كذا في التلفزيون، خويا الكبير درس عنده، قرا عنده، عند هذا يقول له سي رابح، رابح بلالطة، لا أنا شفته خويا الكبير صراحة قرا عنده. شفت في الجنازة كيفاش يتحدث الأب نتاعه، خاصة الأب نتاع أصيل بس ربي يرحمه، عنده عمته، شوف عمته عنده قيل الزوج طباء
وعمو كولونيل في الافياسيون. عائلة ربي نعرفهم، يحفظك. قلت لك نعرفهم، مش ناس تاع، لا لا، تبان تبان هم عائلة اصلا في كريمة البرج ومتعلمة. هم اصلا برج الغدير، يسكنوا في البرج بصح هم الاصل تاعهم من برج الغدير، يعني من العائلة قلت لك، ماشي إن شاء الله من ربي الام ومن يرحمه الاب وربي يغفر له، إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له وربي يجمعهم في الجنة إن شاء الله. ان شاء الله. اللهم قدموا امين. لهم تعازينا والله. هو صافي تعرف صافي مالكم. شاب، شاب تعرف مرحلة نتاع شباب، واحد يحب يقصر يضحك، يدير موسيقى، يدير كذا، أكيد والناس تعرف أكيد. يسمعوا في إشاعات منا بلا بلا لا الريح الريح. عائلة نعرفهم، عائلة مجاهدة، فهمت؟ عنده خو جده شهيد، عنده خو جده شهيد وجده مجاهد، هذه قلت لك نعرفهم، ماشي قال قال، عنده من العائلة، شوف عنده زوج عمامه واسمه مجاهدين، وخو اسمه خو جده هذا شهيد، فهمت؟ عائلة نعرفهم، ماشي قال قال. لا أستاذ، أنا أنت تعرفهم، أنت تعرفهم معرفة شخصية. أنا من خلال يعني من خلال واش شفت التصريحات نتاعهم والكومبورتمون نتاعهم قدام مصيبة، راهي مصيبة كبيرة معناتها، راهي مصيبة. واش تقارن أنت الناس اللي يتخرج في الإشاعات هذه، شاب صغير في عمره 20 ولا 22 سنة يدرس طب مسكين وقدامه مستقبل زاهر في العاصمة، أكيد رايح يقصر ورايح يضحك ورايح يدير موسيقى ويدير رياضة ويدير كذا، شوف والإشاعات شوف يعني نقول لك، هي انسان اللي يفكر، أصحاب القلوب المريضة هذه. انسان اللي يفكر عنده دماغ. انا دائما كي نقول لواحد، نقول له دي فكر فكر برك، خدم مخك قبل من تبني حكم، خمم برك، خمم برك في عقلك. السيد راهو يدرس في لا ميديسين، لا ميدسين وش يدرس بمعنى مثلا. انه راهو عنده مستوى عالي جدا، عنده أكيد. معدل نتاعو اكثر من 16، يعني إيه. انسان راهو متكون وراهو واصل الى درجه من العلم، يعني طبيب راهو في السنه الثالثه، ويدير فلوس في إنسان الاخر تاعو في النعجه، يدير إنسان فلوس سوي في الاخر كذلك. إيه ولبس معناتها به. وش هو قلت لك انا، تعرف لي جون، لي جون تكون في مرحله شباب، واحد يحب يشطح، يقصر، يغني، أكيد يزهى هذيك شويه، الكارت ما مهمة هذا مكان جدا. برك، يحب يلبس، يحب يحفف. كاين مرة تلقى انت الناس، واحد في مرحلة تاع تحفف، يحب يقلد، يحب يدير تحفيفها، إيه يحب أكيد. يلبس، يحب، هذا مكان برص، يعني مكان حتى حاجة واحدة أخرى. لا لا يعني والناس، كي الناس تشوف ربي أصل، يهديهم. كي تشوف أصل كيما هذاك يعني مستحيل الإشاعات اللي قاعدين يخرجوا فيها العباد أصحاب القلوب المرضى، ربي شفتهم يهدينا شفتهم ويهديهم. اللهم. واحد يقول لك تاع آه. البيدوفيلي هيك، واحد قال انسان يا خاطئ، حسرة انا على روح انسان ولد الناس. عائله نعرفهم، قلت لك نعرفهم معرفه خاصه، معرف ناس متدينين، ناس متخلقين، ناس متربيين، ناس مو، قلت لك جون، لي جون هذو ما كان حتى واحد راهو يحكم في ابنه ولا يحكم في بنته، ولا تخرج انت لا في الجامعه انت راك قاعد معاه، تخرج هو راهو هز جيتاره ولا يغني ولا يقصر مع جماعه ولا هذيك، بصح ما عايش يعني كما راه الناس. مرحلة الشباب. لا أستاذ، أنت راك طرقت نقطة مهمة لا يجب إغفالها. هو إنسان لما يوصل، إنسان ياخذ البكالوريا نتاعو ب 16 من 20 ويدخل يدرس ميديسين سنة ثالثة طب في العاصمة، معناتها هذا إنسان راهي عنده شخصية سوية، ما عندوش وقت خوه اللي راهي. قل منه، خوه اللي قل إيه منه يقرا في كلية الطب. شفتوا مسكين يتكلم ويتبان، تبان هو عائلة شوف رزينة شوف مثابرين شوف ومحتسبين واسمه، ما شاء وقال الله. باباه النهار مش عارف شكون يقدم له واحد هدية، قدمها له مصحف، كي جاي سبحان الله. كي حل المصحف، فهمت؟ كي حل المصحف، كي حل المصحف هذا يا اخوه يهضر، كي حل المصحف لقى الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. صح، سبحان الله، صدق الله العظيم. فهمت؟ إيه إنسان راح إشارات. مسكين أبيض، ما خاطيه موش نتاع شر ولا نتاع اسمه، قضية نتاع حقد ونتاع غيرة، ممكن بلاكش ما فير، ما على باليش أنا التفاصيل. حكيت مع العائلة نتاعهم، هضرت مع بويو، قدرت مع جداه، وهدرت مع لا فامي نتاعهم وكذا، عزيتهم وكذا، وبصح يعني ما حبيتش ندخل انا في التفاصيل، راك تعرف حالة نتاع جنازة وهذيك، ما نحبش أكيد أكيد. ممكن تكون قضية هكذا في تاع واسمو ريغلومون دو كونت هكذا تاع، ما على يا باليش انا كبير يا ممكن أستاذ، أنا كما حاجة تقول أنت مانيش عارف.
كيما تقول انت سلفني عقلك نخمم به. واش رايك انت، واش تقول انت في هذا الناس اللي قاعدين يخرجوا في الاشاعات؟ كيفاش انا اعطاني ربي عقل وانا انسان مؤمن نصدق انسان ارتكب جريمه شنعاء، ذبح انسان وكتب عباره انا نصدق واش كتب هذاك المجرم؟ هذاك راهو مجرم، كيفاش نصدق انا انسان مجرم ونخلي الضحيه مسكين؟ يعني العالم بالمقلوب. ناس ربي ناس يرحمه، مرضى ربي يرحمه ان شاء الله. وربي على فهمت كل حال، الناس. باش انت قطع، انا ما نعرفوش، وراني كل وقت راني ندعي له، راني من فرنسا ندعي له بالرحمه. هذا انسان ربي يحبه. أنا قلت والله أنا تهولت، فهمت والله كي تما عرفت باللي باسكو عندي معاهم مسمو علاقة تسمى نتاع رحم، ماشي قال ونعرفهم كانوا يجيو لينا تسمى مثلا. أنا جدة هذه ماتت ربي يرحمها، تسمى جدة جمال كيما نقولوا بيو، نعرفهم معرفة خاصة، جدهم هذا الشيخ موسى نعرفهم كانوا يجيو لينا للدار ونروحوا لبعضانا في مناسبات في أعياد في مثلا عراس، علاقة كن تلاقاو هكذا مثلا والله هذيك واحد تحس بواحد الشعور هكذا، يعني عائلة تسمى. هذا جده كيما نقولوا من أمه ومن باباه، ماشي جده هذا تسمى كيما نقولوا من أمه ومن باباه، باسكو هما جداته كيما نقولوا أمه بيو أم باباه. باباهم هذا الشيخ موسى، الشيخ موسى هذا قلت لك ولد عمت بابا، ولد عمته هو يقول لبابا يقول له خالي، يقول له خالي. تما نروحوا لبعضنا نعرفوا بعضنا مليح. تما كي سمعت الحادثة أول شيء هو تفكرت هذا الشيخ موسى ربي يرحمه، نعرفه تما عنده واحد الابتسامة، واحد النور في وجهه، واحد الإنسان على بالك ما تقدرش تصوره. تفكرت المرأة نتاعو كيف ما مات هذه جداته كيفاه ماتت، ومن بعد بداو يجوني لي زيماج. تفكرت الشيخ، تفكرت مات ما الوالدة، خاصة تفكرت العائلة، ولد عمي خالي هذو اللي كامل ماتوا خليتهم، بدات لي زيماج بداو يجوني في راسي. قلت انا ايه وين راني، انا 18 سنة اصيل عاد يقرا في الطب في الجامعة انا صح، ما نعرفوش، انت ما تعرفوش صح. خليته بالك راهو يحبو والله بدا يمشي. يصير لك راهو طالب في الثالثة. عندي بنت خويا كي زادت خليتها في عمرها مقل شهر والله، تخيل انت راه في عمرها 18 سنة الله راهو يبارك كلها تقرا في إيه. الطب. ربي ينجحها إن شاء الله، ربي تخيل ينجحها إن شاء تخيل الله. انت 18 سنة ما شفتهاش، يعني كمثال برك. إيه صعيبة بزاف، وما يحس بها غير اللي راهو عايش. عجيب واحد ما يقدر يحس بها إلا أنت، إن أنت اللي راك عايشها يعني. ويجيوك ناس هكذا في الفيسبوك، واحد راه يحب على جل باش يعرفوه الناس، يروح يهز لك فيديو وها هي جدة أصيل وها هي أم أصيل وها هو كذا وها هو دار غنايا وها هو دار ذيك. أو دير بليس، السيد مات ربي يرحمه، ادعي له بالرحمة، صح ادعي له بالرحمة، صحيح حبيته ادعي له بالرحمة. صح واحد نقول له مثلا ادعي انت له. حبيت تدير، ما على باليش انا، قال مثلا قصيده ولا تكتب مقال ولا حبيت انت مثلا باش توسي العائله ولا معليش مش مشكله، بس باش تروح تخرج اشياء ما كانتش موجوده وتبدا صح تخرج مش بها باش تنشرها للناس ومنه وهو ميت، مش مليح. هذه مش لا خدمه نتاع الرجال. اه. والله هذا تستغل هذا قال مثلا الجنازه نتاعو ولا كذا، تستغل قال مثلا الشعبيه هذيك اللي راها درك، قال راه القنوات وراه الناس تحب تعرف والله عليك، تجي انت باش تستغلها مش خدمة تاع الرجال هذه. يا أستاذ، هذه رأي جريمة. كيفاش تخرج أنت إشاعة على إنسان توفى ربي يرحمه، موش قادر يدافع على نفسه، موش قادر يرجع ويبرأ نفسه؟ هذه رأي جريمة تتبعك إلى يوم القيامة. يعني هذا أصيل، أنا نقول لك هذا أصيل. لا أتألى على الله، ولكن يا أخي إشاراته راهي واضحة. يعني الناس هذه اللي تخرج في الإشاعات راح يحاسبهم يوم القيامة عند ربي سبحانه، لأنه الإنسان توفى مش قادر يدافع على نفسه، وأنت قاعد تنشر عليه في الإشاعات، حتى ماهيش أخبار مؤكدة، مجرد إشاعات متنافية مع الواقع نتاعو. إنسان وليد فاميليا، إنسان شخصية سوية، احنا نعرفه
انسان باش تروح تنجح وتقرا الطب لازم تكون انسان سوي، لازم تكون انسان ما عندكش ما راكش مستحيل. ديفي. هذه امور واضحه، ولكن واش تحب، هذا هو نعرف، قلت المجتمع. لك انا نعرف قسما بالله يا بابا، هذاك نعرفه، هذا جمال قسما بالله ما يهز راسه. واحد لا يا الانسان لا متخلق، واحد ما اسمه، نعرف هذا عمه احمد، كان هو اسمه قلت لك عقيد في الافياسيون، نعرفهم يعني معرفه خاصه، ماشي قال والله نعرفهم. وقلت لك جداه من امه، من باباه، من العائله، نعرفهم من عائله يعني تسمى مجاهده، من عائله نتاع علم، خوات عمته كيف كيف، كان راهم عندهم زوج طب وقيله، ناس واسمه ماشي قال نامبورت لو كي، عائله نعم متخلقه. قلت لك انا اسمه هذا جده سي رابح، هذا معروف في المنطقه نتاع البرج، قال سي رابح يا حسره، شكون يعرف سي رابح؟ الناس كلها نعم قراوا عنده من اللي كان في الابتدائي، ومن بعد صار من بعد مدير وكذا، في الوقت اللي كانت الناس ما تعرفش الالف والباء، فهمت؟ وقت اللي جميل. قرا في الزيتونه، اعتقد قرا في الزيتونه في تونس، انسان مجاهد، فهمت؟ لا يا أخي، يجيك أنا انت والله انسان أنا صعلوك، يجيك انت إيه انسان صعلوك هكذا، ما على بالوش واش راه يدير، يجي انت وقت تشوف باباه المتجو. كيفاش يهضر، تشوف جده كيفاش يهضر. يا أخي، أنا والله نساني، كما يقول لك نساني في المصيبة الكبرى هذيك. بقيت نشوف في هذا الإنسان، ما شاء الله، هذا الإنسان اللي عطاه ربي الصبر، وكيفاش يحكي على الوفاة تاع الابن نتاعو في عمره 22 سنة يقرأ طب. ما تخيل انت، انا استاذ، انا مازالني سيليباتير. اخترت نقصر مع اصحابي هكذا، نجمعوا انتو ونديروا دي بروجي. كل واحد يقول لك انا ان شاء الله كي ندير دي زونفون جامري بيان، واش يخرجوا. انا بقيت نخمم البارح، نقصر مع صاحبي ونحكيو عليها. قال لي تخيل الانسان هذاك مسكين، تزوج ودار مشروع وكبر ابنه، يقرا سنه ثالثه ميدسين، ومن بعد يغتالوه له، ومع هذاك الامر واقف بثبات ومحتسب، ويحكي بالتفاصيل ومحتسب ويحمد في ربي مؤمن وصابر. يا أخي ما شاء الله، يعني مؤمن. ربي وراك تشوف يرزقهم. انت، تشوف انت المستوى نتاع القنوات الفضائية، رايحين لاحقين حتى البرم، ولاحقين حتى الوسمو، تلقى انسان عاجز عن التعبير يتكلم في قنوات فضائية هكذاك، يطرح له في اسئلة تافهة، ناس على بالك باللي مسخرة مسخرة، لا فهمت؟ ما انت عندناش في واحد راه العيال. لا موجوع، كاين ناس، الناس موجوع موجوع على بالك باللي العبارات تفلت منه. أكيد. يجي انسان على الاقل يكون على باله واش راهو يحضر، تلقاه على بالك يو على بالك واحد هكذا من بعض القنوات، يو على بالك مئة الف خطأ لا، في التعبير المستوى ما كان، المستوى ما يا كانش صاحبي. راه امه المستوى. تشوف فيك، أمه تشوف فيك، راك انت في دار تاع علم، غلطة غلطة على بالهم بها، إيه لو كان جد عاجز، عاجز حتى عن التعبير باللغة العربية، تهضر انت في حضرة تاع ناس أساتذة، في وانت حضرة تاع هكذا ناس قاعد متعلمين تتخلط ومثقفين. وتضرب منا، معاك أساتذة جامعيين، معاك نعرفهم بالوسم، كي نشوف انا الفيديو، هاو هذاك محامي، هاو هذاك قاضي، هاو هذاك ضابط، هاو هذاك أستاذ، هاو شوف نعرفهم، الثقة نعرفهم والحضور. معرفة هك بالاسم وباللقب، نعرفهم هك في حضرة انت نتاع ناس كذا قاعد تلقى. ماشي في المستوى. ربي يا يرحمه ان صاحبي شاء الله. نخليه الفرصة لكاش اخ باغي يتكلم، رانا شدينا الله الوقت يبارك شوية. فيك، شكرا الله للأخ يحفظك، بارك أسامة، الله فيك اخ نور الدين. وعليكم السلام. شكرا. شوف اضطر الأخ هذا، شوفوا هذا إبراهيم، بالك له يطلع ونختموا البرنامج عليه. هذه هي الأخ نور الدين بالذات، أخ هواري هي بالذات. جماعة يحوسوا على البوز ويحوسوا على لي فيزيتور وكذا، ولكن ما على بالهمش واش راهم يديروا، فهمت؟ ناس الله غالب عليهم. ايه واش دير الاخ محمود؟ والله شفت واحد الصحفي قسما بالله غير تقول انت ما. ربي يهدي مخلق.
هيا وراك الأخ إبراهيم هذا، يبدو هو أنه الأخ إبراهيم عندك مشكلة في الخط تاعك للأسف الشديد، مقدرش يطلع عنده الخط تاعو، زيد ترى نطلعو كي اللي راه يطلع فيه كام يوم على العقبة. شوفوا ترى شنو بلغ، لا بدي يطلع هذا الأخ إبراهيم باش نختموا البرنامج. المهم معذرة الإخوة. يا راك تشوف الأخ جمال، ماهيش قضية نتاع والله. شوف نقول لك، الناس مع الأسف الشديد عوض هو أنه قال مثلا دير تكوين، أو على الأقل بعث واحد قال صحفي اللي يكون هو عنده كيما نقولوا رباط نتاع الجأش، باسكو كاين صحفي اللي يقدر هو يتأثر قدام الناس لما يشوف مثلا الناس تبكي وناس تعيط، والله يقدر يتأثر. لازمك أنت تجيب إنسان متكون وعنده الرباطة نتاع الجأش هذيك، ومن بعد لما يكون يعبر ما يقولش كلام. يا ودي كاين كلام حتى انت عيب، كلام حتى انت عيب، غلطات واحد الأخطاء فادحة على بالك. والله الأخ محمود شوف نقول لك، مرات العائلة اللي اسمه التعليق هذو ماشي دايما نشوفهم، مرات لما تكون تتكلم والله تكون مثلا انت تراك تسمع في المتدخل، مرات ما تتولهش بصح وش راح دير، نقرا التعليقات. اسمع هذيك بالذمة قال لك الأخ عبد المجيد جذبني تعليق، شوف هي تلمساني إلى هذه الصفحة حتى لقيت روحي متفرج ونسمع مستوى راقي. يا أخويا ما شاء الله عليك، هذيك درنا أزمة بالذمة برك، خطر جماعة ثم بريجية خرجوا وجماعة في تاع تلمسان، كاين منهم اللي ضربوا نكاز. اي درت انا التعليق، بصح ما كاين بعض الناس اللي قراوها باللي افير تاعها واسمو تاع جهوية، ما كاينش من هذا، غير جوست برك على جد باش نخلي الناس يعلقوا برك تفاعل. ربي يبارك فيك الاخ ناصر. ايه ناصر راك لنا صاحبي، ناصر فكرتني في كمال ربي يرحمه ان شاء الله. كمال كان ساعة ساعة ويجينا الإذاعة الوطني، ساعة ساعة نقصر وساعة ساعة كيف ذيق به يعيط لي، جاء كمال مسكين ربي يرحمه. نطلعك الأخ محمد الجابونية، أصلا ترش ما عندكش الأخ محمد، ما عندكش الكاميرا، يبدو هو أنك راك بالكمبيوتر ما راكش بالهاتف. لازم الأخ محمد اللي ترمز الاسم نتاعك بالجابوني لازمك تستعمل الهاتف. اكتشف الأخ جمال، ما فهمتش الأخ فلاح محمد، ما فهمتش واش راهو سي كاين ثم مناوشات معاه مع نكاز، بصح انا مانيش ندافع عليه، فهمت مانيش ندافع عليه. هما دوك راهم محسوبين هاد الجماعة اللي راهم دوكا في البوفوار، يقولوا جماعة تاع تلمسان، هذه مانيش انا اللي نقول فيها، راهو دوك هذا بن صالح من تلمسان، راهو هذا اللي راهم داروه في المجلس الدستوري راهو من تلمسان، مانيش نجيب في حوايج من راسي، راني نحكي في واقع. تعليق هذاك برك قال شوفوا، قال البرايجي راه مناضو يا جماعة نتاع تلمسان، مش فيها ما فيها والو، بصح انت شوف المحتوى وعلق على المحتوى. وكاين مرات انا نطرح مثلا تسجيلات او تعليقات انا ما نتبناهاش، انا مش دوك مثلا قال انا راني نشر التسجيل او ننشره للنقاش، انا الهدف نتاعي المصالحة. دوك لما ننشر اشياء قال هاكم تشوفوا
هاي المصالحه نتاع بوتفليقه، اسمع واش راهم يهضروا الناس. هذا اللي من تسمع انت الناس يقولوا لك يا المروكي يا كذا برا، يا يحيى يا كذا برا، ورا المصالحه. انا راني نحوس على مصالحه حقيقيه باش ما نوصلوش لهذه المستويات، وان انه تصير انت قتل وتصير انت كذا. أنا هذا واش راني انت كل مره انت تجيب حاجه باش تفند هذه الادعاءات نتاعهم من ان وراها كاينه مصالحه وراها كاينه حريات وراه كاين الكرم. من تجيب انت دوك شرطي، ها هو دوك هذا الاخ اصيل مازال القبر نتاعو مازال ما نشفش، زدنا قال خونا هذا نتاع تلمسان هذا راح يدافع على ناس، ضرب واحد ثم طعنه بخنجر قتلو ربي يرحمه. هاي تجي تقول لي انت هذا بوليسي، هذاك النهار انت لي بومبي راح انت باش يجي ينقذ ناس عشا ميت، عشا الناس يحوسوا عليه قدام النار وهم يحوسوا عليه. تذوق لما تطرح هذه الاشياء كاين بعض من الناس اللي ما مش فاهمين الموضوع، انت تطرحها قال ها هو هاي الامور كيفاش راها تمشي، تذوق تشوف انت الاحتقان وراء المصالح. احنا نحوسوا على مصالحة حقيقية، مصالحة تجي كثقافة كسلوك، فهمت؟ وعليكم السلام الأخ قايس. نزيد ترى نعاود نجرب معك إبراهيم، إلا ما طلعتش المرة هذه الله يسهل عليك، ربي يبارك فيك الأخ جمال، جمال الشينوي، ربي يبارك فيك. راني حاسس بك الأخ جمال باللي تعرفني. ما تقوليش برك راني مرة نتلاقى أنا وياك تقولي بلي أنا اللي كنت نكتب لك وأنا اللي كنت كذا. الأخ إبراهيم راني ننتظر فيك. المهم الإخوة يمكن راحوا ورقدوا. مازالك سهران أخ عبد الحليم، ربي يبارك فيك. أخ وشن من البرجة؟ للأسف الشديد ما طلعش الأخ إبراهيم. شوفوا ترى هذا اللي مسمي روحه للأسف. اللهم للإخوة للأسف الشديد. المهم الإخوة أتمنى هو أن نورني. اخ عبد الجليل شوف نقول لك انا ما عندي حتى مشكله مع الاخوه في تلمسان باش تكون في الصوره، كلنا اخوه فهمت. وانما مرات هو لما تكون تتكلم في واقع، والله في وقائع تجبدها فهمت. كاينين الناس اللي هما درك. اهلا الاخ جمال، اه مازال ما نرقدش انا، أنا النوض كي يرقدوا الناس. أخ محمد محمود قلت لي دير لها سبونسور، يا خويا درنا أنت سبونسور من عندك، حنا الشركة نتاعنا عيالة فهمت. ربي يبارك فيك الأخ عبد الحليم. واش نجاوبك الأخ كريم، ما شفتش السؤال تاعك. مرحبا بك الاخ محمود اخويا، معليش المره الجايه تاك تعاود تولي تشوفنا. اخ كريم قلت لي جاوبني، ما شفتش السؤال تاعك كريم دي زاد، ما شفتش السؤال تاعك، معذره لكش ما عندك سؤال والله فهمت. داكش ما عندك سؤال ولا طرحه. الله يبارك فيك. المهم الإخوة تصبحوا على خير.
الأخ كريم، إذا كان فيه سؤال ولا لا ممكن إن شاء الله نزيد غدوة نديرو برنامج سقسينك كاز قال لك أنت سياسي ولا لا؟ سقسينك كاز يقول لك علي أنا لا سياسي، الرئيس تاعك سقسيه عليه. وعليكم السلام أخ نصر الدين. ربي يبارك فيك الأخ جمال. أخ عبد الجليل، إيه باش دير، الناس يحبوا البوز. يا والله يهديك الأخ كريم. شوف نقول لك اخ كريم، مادام راك انت ما تعرفنيش، روح ادخل لليوتيوب، اكتب في اليوتيوب، اكتب نور الدين خبابة، اكتب في اليوتيوب وادخل للصفحة نتاعي واكتب الامل والتغيير في المربع نتاع البحث، تلقى ندوة حول الامل، تشوف بعض الناس اللي راهم درك منهم راهو يردد في هذا الكلام نتاع الامل، تلقاه سرق الافكار من البرنامج نتاع الامل والتغيير. روح بعض الناس اللي راهم يتحدثوا الآن على الفكاهة باللي راها رسالة، روح ابحث على برنامج واسمه الفكاهة في الجزائر، تلقاه في الصفحة نتاعي، تلقاهم يردوا في الكلام نتاعي. ربي يبارك فيك الأخ جمال. المهم الإخوة معذرة، رانا راه الوقت متأخر جدا، نلتقي إن شاء الله في فرص واحدة أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.